مجلس أمناء الحوار الوطني يحدد الموضوعات التي ستناقشها لجان الفرعية تمهيدا لبدء الجلسات الفعلية. روسيا تؤكد التقدم في دونيتسك وأوكرانيا، تقر بخوض معارك ضارية في سوليدار شرقي البلاد. واتفاق أمريكي ياباني على تعزيز التعاون العسكري، والصين تطالب بألا يضر بطرف ثالث. الثالثة عصرا الواحدة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم دائما من القاهرة. بداية هذه النشرة مع دانا مدحت. دانا أهلا بك نانسي، أهلا بكم مشاهدينا الكرام، والبداية بالحوار الوطني. تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلي شخصيا مع وعد بقيامي بحضور هذه الحوارات في مراحلها النهائية. احنا لما اتكلمنا على ان احنا محتاجين نعمل حوار وطني، الحوار الوطني كان شكل، ما كانش في اتجاه محدد، لا نطرح كل القضايا وكل الجهات اللي عايزة تتكلم مش سياسي بس. الحوار الوطني معمول ليه؟ عشان نسمعكم وتسمعونا. ممكن نختلف أو يبقى في خلاف، بس ما بقاش اختلاف. انتهى مجلس أمناء الحوار الوطني على مدار جلساته الدورية السابقة وبالإجماع من صياغة وبلورة المحاور الرئيسية الثلاثة واللجان الفرعية والموضوعات المتضمنة في كل منها، والتي ستتم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني والمقرر انطلاقها خلال الأيام القليلة القادمة. أشار مجلس أمناء الحوار الوطني إلى أنه من المقرر أن يحضر جلسات الحوار ومناقشاته مئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء. كما من المقرر أيضا أن تنعقد الجلسات على التوازي، وأن تكون على مدار ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيا لمناقشة الموضوعات التي توافق عليها مجلس الأمناء في مختلف اللجان الفرعية، وذلك بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها للسيد رئيس الجمهورية الداعي للحوار، لتأخذ بعد هذا طريقيها التشريعي والتنفيذي بما يخدم صالح المواطن المصري. هذا ويشمل المحور السياسي خمسة لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات التي نتبعها في هذا العرض.
وفيما يخص المحور الاقتصادي، توافق مجلس أمناء الحوار على 8 لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات نتابعها في سياق هذا العرض.
أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أهمية بذل المزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة لتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين مصر والعراق. وخلال لقائه سفير العراق لدى مصر أحمد نايف الدليمي، شدد مدبولي على ضرورة تسريع وتيرة التعاون المتعلقة بمشاركة الشركات المصرية في جهود البناء وإعادة الإعمار في ربوع العراق. من جانبه تطرق سفير العراق إلى التحضيرات الجارية لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة ما بين مصر والعراق، ومستعرضا أهم الموضوعات المقترح أن يتم تناولها خلال هذه الاجتماعات. هذا كما أكد أنه سيتم العمل خلال الفترة القادمة على آليات جديدة لتعزيز مشاركة الشركات المصرية في جهود إعادة الإعمار في العراق. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الاهتمام البالغ والمتابعة الدورية التي توليها الدولة لحل مشكلة المستثمرين وتهيئة بيئة الاستثمار في مصر، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة جهود وزارة البيئة لحل مشكلة المستثمرين ودعم مناخ الاستثمار في مصر، حيث تناول اللقاء جهود وزارة البيئة الحالية والمستقبلية لدعم الاستثمار، والمتضمنة قيام وزارة البيئة بمراجعة المنظومة الخاصة بإصدار الموافقات البيئية بالكامل بهدف تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية لكل القطاعات. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 577 قضية تموينية مستندية وعينية، وذلك بمضبوطات بلغت قرابة 362 طن من المواد الغذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة، فتم ضبط أكثر من 84 طن. أما في مجال حجب الأرز الشعير والأبيض وعدم توريد الأرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض، فتم ضبط قرابة 260 طن. وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وحتى غير الغذائية، فتم ضبط قرابة 17 طن. أما في مجال قضايا المخابز، تم ضبط 386 قضية، من بينها 116 قضية خبز ناقص الوزن و103 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات. كما تم ضبط 12 قضية في مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف بمضبوطات بلغت قرابة 353 طن. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة تجريف أشجار حديقة الحيوان بالجيزة تزامنا مع تنفيذ خطة لتطويرها. هذا وأكد المركز أنه قام بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التي نفت تلك الأنباء، موضحة أن حديقة الحيوان ذات طبيعة خاصة ولا يمكن المساس بها، وأشارت إلى أنه سيتم تنفيذ خطة لتطوير الحديقة ورفع كفاءة جميع خدماتها بهدف تعظيم الاستفادة من مقوماتها. شهد سوق الانتربانك الدولاري أمس تدفقا أكثر من 800 مليون دولار. قال مصرفيون إن هناك مؤشرات على ضخ مؤسسات دولية استثمارات جديدة في مصر. هذا وارتفع حجم المعاملات التي تمت عبر سوق الانتربانك الدولاري لتتراوح ما بين 650 و 750 مليون دولار. شهد السوق تدفقات بالعملة الأجنبية من مؤسسات دولية كبرى وبلغت أكثر من 250 مليون دولار.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن هجومها في منطقة دونتسك بشرقي أوكرانيا مستمر بنجاح، وأوضحت الدفاع الروسية أن قواتها قتلت أكثر من 230 جنديا أوكرانيا على 4 محاور خلال يوم، فيما أسقطت مقاتلتها طائرة أوكرانية من طراز سو-25 في أجواء دونتسك. قالت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية هانا ماليار إن روسيا تعزز قواتها في البلاد، لكن القوات الأوكرانية تخوض معارك ضارية للسيطرة على بلدة سوليدار في الشرق. أوضحت أيضا أن عدد الوحدات العسكرية الروسية في أوكرانيا قد ارتفع إلى 280 صعودا من 250 قبل أسبوع، فيما تحاول موسكو امتلاك زمام المبادرة الاستراتيجية، مضيفة أيضا بأن روسيا تدفع شعبها إلى القتال ولكن قوات كييف ما زالت صامدة. هذا وأصبحت مدينة سوليدار مؤخرا هي الهدف الاستراتيجي الذي تسعى روسيا للسيطرة عليه بعد انسحابها من مدينة خيرسون. المزيد عن تلك المدينة في هذا العرض. قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن القوات الروسية نفذت خلال الساعات 24 الماضية 4 ضربات صاروخية و23 ضربة و69 هجوما من أنظمة الصواريخ. أشارت الهيئة إلى استهداف المستوطنات في أقصى شرق البلاد في لوهانسك ومقاطعات خيرسون الجنوبية. من جانبها أكدت الخارجية الروسية أن عدم اعتراف أوكرانيا بالحقائق الجديدة على الأرض يطيل أمد الأزمة. هذا وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قالت أن كييف لا تزال تروج لأفكار واهية عن عزمها على استعادة القرم، كما اتهمت الدول الغربية بالسعي لاستمرار الحرب واستخدام أوكرانيا كدرع بشرية. تزايد في عام 2023 إعلان عدة دول غربية عزمها تقديم دبابات قتالية ودفاعية لأوكرانيا، من بينها طراز ليوبارد ومارتر، في حين تعتزم الولايات المتحدة دفع حلف الناتو لتزويد كييف بطائرات مقاتلة. نتابع المزيد عن هذا الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا في هذا العرض مع حور محمد. أهلا بكم. منذ مطلع عام 2023 وبدأ زخم المساعدات العسكرية الغربية ينهال على أوكرانيا ليتحول القسم الأكبر من دعم كييف في مواجهة العملية العسكرية الروسية من مساعدات مادية ومعدات عسكرية بسيطة إلى أسلحة ودبابات متقدمة. ورغم اختصار الدعم العسكري سابقا لأوكرانيا على أنظمة الدفاع الجوي والذخائر والمعدات العسكرية الخفيفة، فإن الغرب سيتجه في الفترة المقبلة إلى رفع قدرات الجيش الأوكراني بأسلحة ميدانية متقدمة ومتطورة، مع تعهد المزيد من الدول بتقديم دبابات قتالية وهجومية لأوكرانيا، وقد يزيد الدعم ليشمل طائرات حربية مقاتلة.
وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون قالت إن وزير الدفاع لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان مارك ميلي من المقرر أن يعرضا خططا جديدة من أجل تزويد أوكرانيا بمقاتلات حربية ودبابات بريطانية وأمريكية، وذلك خلال ترأسهما الأسبوع المقبل لاجتماعات الدعم الدولي الدفاعي لأوكرانيا في قاعدة رامشتاين التابعة لقوات الناتو في ألمانيا. أما عن أحدث التعهدات العسكرية لأوكرانيا فجاءت من بولندا التي أعلن رئيسها أندريا دودا خلال زيارته إلى مدينة لفيف الأوكرانية ولقائه الرئيس فلاديمير زيلينسكي، أعلن أن وارسو ستقوم بنقل سرية دبابات من طراز ليوبارد الألمانية إلى القوات الأوكرانية كجزء من دعم التحالف الدولي. في وقت سابق أعلنت ألمانيا عزمها تزويد أوكرانيا بدبابات قتالية غربية من طراز ماردر، وهي مركبات مخصصة للنقل المحمي لمجموعات صغيرة من الجنود إلى منطقة القتال، كما توفر الدعم الناري، غير أن كييف تواصل الضغط على برلين من أجل تزويدها بدبابات من طراز ليوبارد. وكانت فرنسا قد استهلت تعهدات العام الجديد عام 2023 بإعلانها تزويد أوكرانيا بدبابات قتالية خفيفة لتصبح هي المركبة القتالية الغربية الأولى التي تنضم إلى صفوف الجيش الأوكراني، وتتميز بأنها مركبة استطلاع مسلحة ذات قدرة عالية على التحرك. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا لأحدث أوجه الدعم العسكري الميداني الذي تعهدت دول غربية بتقديمه لأوكرانيا في الفترة المقبلة. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة. قال مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف أن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي سيزور أوكرانيا الأسبوع المقبل لبحث وضع محطة زابوريجيا النووية. أضاف أوليانوف أن جروسي سيناقش مع السلطات الأوكرانية مبادرته بشأن إنشاء منطقة أمان نووية حول محطة الطاقة النووية. أعلنت شركة غازبروم روسيا أنها ستشحن 35.5 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا، وذلك تماشيا مع المستويات المماثلة التي تم الإبلاغ عنها هذا العام. أكدت أنها ستنخفض بنحو 15% على الشحنات اليومية والتي شوهدت في الأشهر الأخيرة من العام الماضي. أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن البلاد أدرجت 36 مواطنا في بريطانيا في القائمة السوداء، من بينهم عدد من أعضاء مجلس الوزراء وممثلو وكالات حماية القانون. وشددت الخارجية الروسية على أن لندن ترفض بشكل متعمد الحوار الخلاق والبناء وتواصل التمسك بخط المواجهة بالتعاون مع واشنطن وتنشر معلومات كاذبة عن روسيا على حد قولها. أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية للتفجير الإرهابي الذي وقع أمام مبنى وزارة الخارجية في العاصمة الأفغانية، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات. أعربت مصر عن خالص تعازيها إلى ذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لكل المصابين، ومؤكدة إدانتها ورفضها لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب. من جانب آخر، ألقت روسيا باللوم على أرمينيا في انهيار محادثات السلام مع أذربيجان بشأن منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها. هذا وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، قالت إنه من الصعب تقييم موقف يريفان عندما تختلف تصريحاتهما الرسمية بشكل كبير. وأكدت أن قرار يريفان بالانسحاب من محادثات السلام المقررة في ديسمبر الماضي في موسكو منع من مناقشة معاهدة السلام.
السلام. أكدت وزارة الخارجية الصينية أن التعاون العسكري ما بين الولايات المتحدة واليابان يجب ألا يتسبب في وقوع أضرار بمصالح طرف ثالث. كانت الولايات المتحدة الأمريكية واليابان قد عقدتا محادثات أمنية رفيعة المستوى في واشنطن، حيث تم الإعلان عن عزم واشنطن نشر وحدة جديدة متنقلة من سلاح مشاة البحرية الأمريكية في جزيرة أوكيناوا في جنوب اليابان. كما تم الاتفاق على أن تشمل معاهدة الدفاع المشترك المبرمة بين البلدين الهجمات التي تتم عبر الفضاء. اتفاق ياباني غربي على تعزيز التعاون الأمني قابلتها الصين بالدعوة إلى أن لا يضر ذلك التعاون بمصالح طرف ثالث. وبعد اجتماع بين وزيري خارجية ودفاع البلدين، أيدت واشنطن ما أعلنته طوكيو الشهر الماضي من خطة طموح لتطوير قدراتها العسكرية. وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين خلال مؤتمر صحفي أن واشنطن وطوكيو اتفقتا على أن الصين هي أكبر تحدي استراتيجي مشترك للبلدين وكذلك لحلفائهم وشركائهم. ناقشنا الطرق الخاصة بتعميق التعاون بما في ذلك جمع المعلومات الاستخباراتية واستخدام المنشآت المشتركة وزيادة التمرينات الثنائية. من كان يعتقد أن تعزيز التحالف الأمريكي الياباني عبر التعاون مع حلفاء وشركاء إقليميين وكيانات أخرى متعددة في مواجهة كوريا الشمالية وإطلاقها للصواريخ فوق اليابان في أكتوبر الماضي، قمنا بتعميق التعاون مع جمهورية كوريا لردع والدفاع ضد العدوان. قادة الدول الثلاثة حددوا هذا الالتزام في القمة التي عقدت في نوفمبر الماضي. بيان مشترك شدد على أهمية تعزيز وضع القوات الأمريكية في اليابان من خلال نشر قوات أكثر تنوعاً ومرونة وقدرة على الحركة مع زيادة قدرات المراقبة والاستطلاع والنقل، وهي الدعوة التي قابلتها بكين بالتأكيد على ضرورة ألا تضر بمصالح طرف ثالث. وفي لندن وقعت المملكة المتحدة واليابان اتفاقية دفاعية هي الأولى والأهم من نوعها منذ أكثر من قرن، ذلك أن آخر اتفاقية دفاعية تم توقيعها بين البلدين يعود تاريخها لسنة 1902، الاتفاقية التي تم توقيعها خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى لندن هي الأولى من نوعها التي توقعها طوكيو مع بلد أوروبي وتسمح بوجود جنود بريطانيين على الأراضي اليابانية، وكذلك الدفاع المشترك في حال تعرض أي من البلدين لأي هجوم، وهي شبيهة بتلك الموقعة مع الولايات المتحدة وكذلك أستراليا. ولن تمر هذه الاتفاقية دون إحداث الكثير من التوجس لدى دول بعينها خصوصا الصين وروسيا، لكونها تجمع بين الجيش البريطاني المصنف خامس أقوى جيش في العالم وجيش اليابان المصنف ثامن أقوى جيش في العالم، وما كانت لتمر دون مباركة أمريكية، وهو ما يفسر توجه رئيس الوزراء الياباني مباشرة من أوروبا نحو الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن واستعراض الاستراتيجية الدفاعية الجديدة لليابان. وكشفت اليابان الشهر الماضي عن أكبر خطة إنفاق عسكري لها منذ الحرب العالمية الثانية بقيمة 320 مليار دولار لشراء صواريخ قادرة على الوصول إلى الصين ولتجهيز البلاد لأي صراع محتمل. قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إن بلاده قد تنشر على أراضيها أسلحة نووية تابعة لدولة أخرى أو قد تصنع أسلحة نووية خاصة بها إذا تفاقم الوضع مع كوريا الشمالية. هذا وأوضح الرئيس الكوري الجنوبي أنه أوعز لوزارة الدفاع بتوفير القوى العسكرية التي تسمح في حال وقوع اعتداء بالرد عليه بمقدار 100 أو حتى 1000 مرة.
واصلت تايوان إجراء تدريبات العسكرية لمحاكاة القوات المشتركة ضد عدو قادم من البحر في جنوب الجزيرة. تدريبات اليوم هي عبارة عن محاكاة لساحة المعركة بالذخيرة الحية وتمرينات مركبة تشمل الجو والأرض والبحر. يعتزم عمدة لندن صادق خان أن يحذر من ضرر هائل نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. هذا واتهم خان الحكومة بتجاهل التداعيات الأوسع نطاقا في البلاد، مشيرا إلى أن الخروج من الاتحاد الأوروبي خفض من إجمالي الناتج المحلي في بريطانيا بنسبة 4.4%، كما حد من الاستثمارات بنسبة 11% وتجارة السلع والخدمات بنسبة 7%. تواصل في بريطانيا موجة الإضرابات في صفوف عمال الإسعاف مع استمرار الخلاف بشأن مستوى الأجور مع الحكومة، وسط انتقادات حادة لحكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وذلك بعدم القدرة على التعامل مع هذه الأزمة. نتابع المزيد في سياق هذا العرض مع زميل حور محمد. أهلا بكم. موجة عارمة من الاضطرابات تضرب بريطانيا بعد انضمام قطاعات حكومية وإنتاجية احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع التضخم بنسبة تزيد على 11% في أعلى معدل له خلال 40 عاما. مع تواصل الإضرابات أعرب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن قلقه من استمرار الإضرابات العمالية خاصة في القطاع الصحي، مؤكدا أن الجولة الحالية من الإضرابات بين عمال الإسعاف مرعبة للمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية عاجلة. يأتي ذلك في وقت تحمل النقابات العمالية حكومة سوناك المسؤولية لعدم التدخل العاجل لحل الخلاف بشأن الأجور وعدم قدرتها على التعامل مع تراجع القوة الشرائية، خاصة بعد فشل محادثات الحكومة مع النقابات لاحتواء أزمة الإضرابات. الحكومة البريطانية من جانبها وفي محاولة لتخطي الأزمة تسعى لتمرير مشروع قانون لمواجهة الإضرابات، وهو المشروع الذي اعتبر وزير الأعمال البريطاني أنه يعد استجابة منطقية لموجة الاضطرابات العمالية. وفي المقابل حذرت النقابات العمالية من أن التشريع الجديد للحد من الحق في الإضراب يهدد بإثارة صدمات جديدة مع العمال ويسمم علاقات العمل في حال أصبح قانوناً. وبحسب المراقبين فإن القادم أسوأ بالنسبة لبريطانيا، خاصة وسط تشكيك للمعارضة في قدرة الحكومة على تجاوز الأزمة في ظل إفلاس عدد هائل من الشركات والذي بلغ مستويات قياسية بسبب أزمة الطاقة. وفقا لمركز الإصلاح الأوروبي، أدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى تقليص الاقتصاد البريطاني بنحو 5.5%، وعزز حاجة البلاد إلى فرض زيادات ضريبية لتمويل الخدمات العامة. مشاهدين الكرام، كان هذا عرضا لأهم تطورات أزمة الاضطرابات المتواصلة في بريطانيا احتجاجا على تدني مستويات الأجور مع بلوغ التضخم مستويات قياسية. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبن أن بكين تتحلى بالانفتاح والشفافية بشأن بيانات فيروس كورونا،
هذا وأكد المسؤول الصيني أن بكين ومنذ بدء جائحة كورونا تتشارك المعلومات والبيانات مع المجتمع الدولي بطريقة منفتحة وشفافة. كما أضاف أن السلطات الصينية أجرت سلسلة من اللقاءات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي وأستراليا بشأن القضايا المتعلقة بكورونا وتعزيز مواجهة الفيروس والتعاون. تفاقمت أزمة تأشيرات المسافرين ما بين الصين وعدد من دول العالم بعد أن فتحت بكين حدودها أمام الدول بعد 3 سنوات من الإغلاق. وفي وقت سابق قررت الصين إيقاف الإعفاء من تأشيرات العبور للمواطنين الكوريين الجنوبيين ردا على ما وصفته بلوائح الدخول التمييزية والتي اتخذتها دول المجاورة ضد الصين. أزمة تأشيرات المسافرين لا تزال مستمرة بين الصين وعدد من دول العالم بعد أن فتحت بكين حدودها أمام دول العالم بعد 3 سنوات من الإغلاق. وبعد أن ردت الصين بتدابير انتقامية ردا على فرض بعض الدول قيودا على المسافرين من أراضيها، أعرب رئيس الوزراء الياباني فوميو كوشيدا عن خيبة أمله إزاء قرار الصين تعليق إصدار التأشيرات للمسافرين اليابانيين ردا على تشديد طوكيو الضوابط الحدودية على الوافدين من الصين لمنع انتشار عدوى الفيروس. يأتي ذلك فيما قررت الصين أيضا إيقاف الإعفاء من تأشيرات العبور للمواطنين الكوريين الجنوبيين. وقال مكتب الهجرة الصيني إن هذه الإجراءات تأتي ردا على ما وصفها بلوائح الدخول التمييزية التي اتخذتها الدول المجاورة ضد الصين. هذا كما فرضت عدة دول بينها الولايات المتحدة واليابان وفرنسا وألمانيا على المسافرين الآتين من الصين إظهار اختبارات سلبية لفيروس كورونا لدى وصولهم. ودعت بعض الدول رعاياها إلى تجنب السفر غير الضروري إلى الصين، كما شجع الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على فرض اختبار كورونا بنتيجة سلبية على الوافدين من الصين واستكمال الفحص الإلزامي المطلوب لدى المغادرة بفحوصات عشوائية عند الوصول إلى الأراضي الأوروبية. منظمة الصحة العالمية من جانبها أكدت أنها تعمل مع الصين للتصدي لاحتمالات تزايد حالة الإصابة بفيروس كورونا مجدداً مع سفر الصينيين للاحتفال بالعام القمري الجديد، إلا أن المنظمة أشارت إلى أن المعلومات التي تحصل عليها من الصين ما زالت غير كافية لإجراء تقييم كامل لمخاطر تصاعد حالة الإصابة بكورونا، وهو ما يمثل أيضاً مشكلة في العمل مع بكين بشأن كيفية تقليص مخاطر السفر قبيل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة. أعلنت روسيا تسجيل أول إصابة بمتغير سلالة أوميكرون الجديد أو ما يسمى بكراكن، وأشارت الهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك في موسكو إلى أن البلاد سجلت مجموعة واسعة من متغيرات أوميكرون الفرعية. اقتصاديا، ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم مع تحسن توقعات الطلب في الصين وتزايد المخاوف بشأن تأثير العقوبات على الإمدادات الروسية. ارتفع خام القياس الأوروبي مزيج برنت 50 سنتا إلى 83 دولارا و17 سنتا للبرميل. هذا كما زاد الخام الأمريكي بنفس القيمة تقريبا إلى 77 دولارا و91 سنتا للبرميل. أظهرت دراسة أجريت نيابة عن البرلمان الأوروبي أن أزمة تكلفة المعيشة الحالية تمثل مصدر قلق لأكثر من 90% من الأوروبيين. وقال ما يصل إلى 93% ممن شملتهم الدراسة إنهم قلقون من ارتفاع تكاليف المعيشة، في حين قال 46% إن مستوى معيشتهم قد انخفض بالفعل، ويتوقع 39% أن يتأثروا في المستقبل. هذا وقال المشاركون في الاستطلاع إنهم غير راضين عن الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والحكومات الوطنية لمعالجة هذه الأزمة.
أفادت هيئة السلوك المالية في بريطانيا بأن نحو 770 ألف أسرة معرضة لخطر التخلف عن سداد الرهن العقاري خلال العامين المقبلين. قالت الهيئة إن الأشخاص المعرضين لخطر النقص في السداد يتم تعريفهم على أنهم يدفعون أكثر من 30% من دخل الأسرة الإجمالي إلى الرهن العقاري الخاصة بهم. قال مكتب الإحصاء الوطني إن أكثر من 1.4 مليون أسرة تواجه احتمال ارتفاع أسعار الفائدة. استضافت الهند قمة افتراضية لأكثر من 100 دولة نامية لتطوير استراتيجية موحدة لطلب المساعدة في المشاكل الاقتصادية. هذا وتناقش القمة قضايا رئيسية مثل التأثير العالمي لوباء كوفيد-19 والأزمة في أوكرانيا والتي تقلل من إمكانية الحصول على الغذاء والأسمدة والوقود والقدرة على تحمل تكاليفها. رياضيا، يواصل منتخب مصر لكرة اليد استعداداته لمواجهة كرواتيا الجمعة في بطولة العالم في السويد وبولندا. أعلن الإسباني روبرتو غارسيا المدير الفني لمنتخبي اليد القائمة النهائية للمنتخب، وضمت قائمة المنتخب 16 لاعبا وثلاثة حراس مرمى، على أن يوجد ثلاثة لاعبين في قائمة الاحتياطي تحسبا لحدوث إصابات أو قرارات فنية من المدرب الإسباني. يدخل منتخب مصر لكرة اليد منافسة بطولة العالم حاملا آمالا كبيرة من أجل حصد ميدالية تاريخية في البطولة بعد تحقيق إنجاز تاريخي بأولمبياد طوكيو بالتواجد في المربع الذهبي كأول منتخب عربي يتأهل إلى الدور الرابع. ويخوض منتخب مصر لكرة اليد منافسات الدور الرئيسي بالمجموعة السابعة وعلى رأسها منتخب كرواتيا، ويفتتح الفراعنة مشوارهم في البطولة بمواجهة كرواتيا، بينما يخوض في الجولة الثانية مواجهة عربية خالصة يواجه فيها نظيره المغربي مساء الأحد، على أن يختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة أمريكا في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل. ويتأهل أول ثلاثة منتخبات من المجموعة رفقة المتأهلين من المجموعة الثامنة التي تضم الدنمارك وتونس والبحرين وبلجيكا في الدور الرئيسي. ويتأهل كل منتخب للدور الرئيسي ومعه رصيده من النقاط التي حصل عليها من مواجهتيه مع الفريقين المتأهلين معه من نفس المجموعة. وبعيداً عن هيمنة المنتخب المصري على كأس أمم أفريقيا، وصل الفراعنة لنصف نهائي أولمبياد طوكيو الأخيرة قبل أن يظفر بالمركز الرابع، بينما يعد حصول مصر على المركز الرابع في كأس العالم 2001 الإنجاز الأفضل لكرة اليد المصرية.
تقام اليوم 7 مباريات ضمن بطولة العالم لكرة اليد المقامة بالسويد وبولندا، نتابعها في هذا العرض. واجه فريق الأهلي نظيره المصيب بورسعيدي اليوم ضمن منافسات الأسبوع 13 للدوري الممتاز. سيقام اللقاء في الساعة 7 مساء على استاد برج العرب، ويتصدر الأهلي ترتيب جدول الدوري برصيد 30 نقطة، بينما يمتلك المصري 17 نقطة. شارك وزير الخارجية سامح شكري في اجتماع الجولة 5 من لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي عقدت على مستوى وزراء الخارجية بالعاصمة السعودية الرياض، حيث التقى شكري مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بشكل ثنائي قبيل بدء اجتماع لجنة التشاور السياسي، وأعقب ذلك جلسة مشاورات موسعة ضمت وفدي البلدين تم خلالها تناول كافة الموضوعات التي تتعلق بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية المدرجة على جدول الأعمال، حيث شهدت المشاورات حوارا مستفيضا وشاملا حول تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا والسودان واليمن وقضية سد النهضة، وكذلك تطورات في العراق وسوريا ولبنان وغيرها من القضايا الإقليمية، حيث تلاقت مواقف الجانبين الداعمة لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة والمساندة لكل طرف تجاه التحديات التي يواجهها. كما تناولت المشاورات تبادل الرؤى والتقييم حول التطورات الدولية الجارية، حيث تم الاتفاق على أهمية الاستمرار في تنسيق المواقف تجاه الأزمات الدولية الراهنة لضمان تحقيق المصالح المشتركة للدولتين وسائر الدول العربية. هذا وقد اختتمت المشاورات بإصدار بيان مشترك حول كافة الموضوعات التي تمت مناقشتها في لجنة التشاور السياسي.
وفي ختام هذه النشرة لم يتبقى لنا إلا التذكرة بأهم ما جاء فيها من عناوين. مجلس أمناء الحوار الوطني يحدد الموضوعات التي ستناقشها اللجان الفرعية تمهيداً لبدء الجلسات الفعلية. روسيا تؤكد تقدم في دونيتسك، وأوكرانيا تقر بخوض معارك ضارية في سوليدار شرقي البلاد. اتفاق أمريكي ياباني على تعزيز التعاون العسكري، والصين تطالب بألا يضر بطرف ثالث. في الختام، لمزيد من الأخبار يمكنكم دائما تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكود الظاهر على الشاشة. كنت معكم أنا دانا متحة وزميلتي ناسي نور. نشكركم طيب المتابعة وإلى اللقاء.